اختصيت مجال المنظفات، دربنا لمدة 4 أشهر وشهرين إشراف، فعلى أيدي خبيرة بهالمجال، والحمد لله استفدنا وتم تقديم منحة لنا استفدنا فيها، قدمونا المواد الأولية للتصنيع، وإن شاء الله في مجال إنه نقدر نفتح مشاريع لحالنا بعد ما تمكننا وصنعنا. العمل الخاص فيهم ما يعيزن لأي إنسان مثلاً يشتغل أو يقدم معجون، اللودالين، الشامبو، المعطر، في مادة المعقمة هي العملاق، استفدنا بصناعة الصابون على الطريقة الباردة مشان نوفر غاز، كمان دواء الغسيل، هدول كلهم قدمونا المواد الأولية لهم ونحن صرنا نصنع فيهم. دربنا مستفيدات بثمان مخيمات، دربناهم تصفيف الشعر، علمناهم معلومات اللازمة لكيفية تطبيق الألوان، علمناهم أساسيات المكياج وتطبيق المكياج على البشرة وموديلات القصات مع تنفيذ الموديل على السشوار. المستفيدات كثير كان عندهم تجاوب. بعد تدريبهم 4 أشهر تم طرح منح من مؤسسة مرام لتفيدهم فتح مشاريع يكونوا معتمدين عليها كدخل. خلال التدريب كان عندي شيء تقريبا شيء 56 مستفيدة، أمرق بالأسبوع نهار على كل مخيم، الحمد لله رب العالمين كلياتهم، يعني تقريبا طلع من عندي 56 مستفيدة تقريبا طلع منهم يعني النص جيد جدا، وفي بيجي 10 ممتاز وفي يعني جيد منهم. المعرض هو نتاج لتدريب دام 4 أشهر لعدد من النساء المستفيدات، النساء الأرامل ب 13 مخيم بالشمال السوري. طبعا هدول النساء الأرامل تم استهدافهم بهذا المشروع حسب النساء الأكثر ضعفا أو الأكثر احتياجا لهذا المشروع. لا بالعكس، الخيط القصير بي كان من المشروع كان هو عبارة عن 6 تدريبات، هي عبارة عن تدريب للمنظفات، صناعة المنظفات المنزلية، بالإضافة لتدريب حياكة الصوف، بالإضافة لتدريب تصفيف الشعر، بالإضافة لتدريب الخياطة ومحو الأمية الإلكتروني وتدريب رياض الأطفال. طبعا هاي المشاريع كانت تهدف إلى رفع الوعي وتمكين المرأة السورية أو النساء الأرامل بهاي المخيمات من فتح مشاريعهم الخاصة والدخول في سوق العمل.